السلام عليكم. اليوم راح نسوي تحليل مع المي اللي هو مي يشرب اللي معظم العوائل على الاقل تشربه واللي هو مي سالف. مثل ما تشوفون قدامكم هذا مي سالف اللي يشربون معظم العوائل على الاقل. ومي مال الفلتر اللي هو حاطين البراد كذلك، مو مي انابيب او هاي الفضل الكبار، لا فلتر هاي مال اوزون اللي بالمكاتب موجود. اول شغله راح نحلل المي ونشوف نسبة الأملاح اللي بيه. المي بصورة عامة الأملاح من 10 إلى 30 صحيح، دون 10 يسوي جفاف، فوق 10 فوق 30 يسوي تسمم. هذا صور نسبة الأملاح 17 درجة واللي هو زين يفيد الجسم. راح نقيس نسبة الأملاح بالمي مال الإسالة. نسبة الأملاح 349 واللي هو خطر جدا طبعا. هسه راح نشوفكم تحليل المياه، وهذا الجهاز الكترولايزر راح يفصل الهيدروجين عن الاكسجين. راح تشوفون المي هذا مي السالب وهذا مي الفلاتر. مثل ما تشوفون المي بدا يتحلل على كل قطب اكسجين والقطب الاخر هيدروجين، واللي يبقى جزيئات الماء اللي هي موجوده بالماء هي من دهون حديد نفط مالت الفينول. على فكره المي طبعا اثنيناتهم باردات، يعني من السالة بارد والبراد بارد. نكتفي بهذا القدر من التحليل. على فكرة هو اكو قياس مال درجة الحرارة، هذا بارد ما في اي درجة حرارة، وهذا هيجول حار جدا. ليش؟ لان يحتوي على براد حديد. المادة الفوق اللي هي مادة الفينول دهون، المواد اللي دائما تدور حول الانبوب السالة من زنجار من زنجار. لو تلاحظون هسه طبعا بعد فترة وجيزة من الوقت راح تنزل المواد اللي هي على شكل قالب ودهون. هذه المواد المادة الصفراء اللي تشوفوها هي الأملاح اللي يحتاجها الجسم اللي هي نسبتها 17. بس 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 بس.